مطلوب مني ان انا اقول نصيحة لكل ام تعمل ايه مع اولادها. الموضوع ببساطة، انت اول حاجة لازم تدي وقت لابنك، وقت لابنك ده تتكلموا مع بعض وتهزروا وتضحكوا، ميبقاش ابنك مجرد حاجة بتاكليها وتشربيها وتنيميها وخلاص. دي اول حاجة مهمة جدا جدا جدا. تاني حاجة اسمعه، لازم اي مشكلة اواجهها مع ابني ان انا ميبقاش الحل ان انا اقول له اعمل كذا كذا كذا، انا لازم اسمع ابني، اعرف ايه اللي مضايقه، اعرف ايه مشاكله، وبعد كده ابدا احاول احل معاه اي مشكله، احل معاه مش احلله. يعني ممكن هو يفكر في حلول ونجربها، ولو ما فقتش نجيب نعمل حاجه تانيه. المهم قوي علاقتنا باولادنا عشان يطلعوا اسوياء نفسيا. بشكر كل ام اتكلمت معاها وسمعت مني، بشكر كل واحد جه حضر المحاضره. مستنياكم في دورات كتير من حكايه صح.